فما هو مفهوم الدولة العميقة؟ ما هي مكونات الدولة العميقة؟ ما هي مجالات استعمالات الدولة العميقة؟ وما هي علاقة الدولة العميقة بباقي مكونات الأجهزة ومؤسسات الدولة المنتخبة؟ وما علاقتها بالخارج؟ مرحبا بمتتبعي موقع ريحانة بريس. نلتقي مرة أخرى، هذه المرة مع سلسلة جديدة حول مفاهيم سياسية، وكأول حلقة نتحدث عن مفهوم الدولة العميقة. الدولة العميقة، الحكومة المزدوجة، الجهاز البيروقراطي الحكومي، حكم العسكر، الدولة الأمنية، مجموعة ديال المصطلحات والمسميات كنسمعوها بشكل كثير، خصوصا بعد ثورات الربيع العربي. في تسعينيات القرن الماضي ظهر مفهوم كيبان أنه جديد، لكنه قديم جدا، له مسميات مختلفة، النتيجة واحدة، هو مصطلح الدولة العميقة، مثل دولة داخل الدولة، حكومة الظل، الحرس القديم، مراكز القوى، الدولة المزدوجة أو الدولة الموازية، إلى غير ذلك من المصطلحات. فما هو مفهوم الدولة العميقة؟ ما هي مكونات الدولة العميقة؟ ما هي مجالات استعمالات الدولة العميقة؟ وما هي علاقة الدولة العميقة بباقي مكونات الأجهزة ومؤسسات الدولة المنتخبة؟ وما علاقتها بالخارج؟ الدولة العميقة عبارة عن شبكة سرية خاصة كتكون من مجموعة من المسؤولين الحكوميين وكيانات ومنظمات كبيرة كتنشط في أغلب الأحيان في المجالات المالية وفي الصناعات العسكرية. هو جهاز غير مرئي يمارس تأثير ويمارس نفوذ قوي على الحكومة السياسية المنتخبة، وفي الغالب هذه الحكومة المنتخبة كتخدم تحت الإمرة ديال هذا الجهاز وبتعاون معه، نادرا ما يختلفا ويتصارعا. جهاز الدولة العميقة والرجالات دياله لا يخضعون لأي رقابة برلمانية أو مساءلة قانونية أو أي متابعة قضائية، لأن الجهاز ما تأسسش وفق القانون. الرجالات دياله لا يتحملون أي مسؤولية واضحة أو تابعة لمؤسسة قانونية، لكنها تعمل خارج القانون. الهدف ديالها هو التأثير على سياسات الحكومة الرسمية، بل توجيه هذه الحكومات بما يخدم مصالح الدولة. وكما يقال هي عرائس، الحكومة هي عرائس تحركها الدولة العميقة بالريموت كنترول ومن وراء الستر. الدولة العميقة مصطلح يشير إلى شبكة من الأفراد أو المؤسسات داخل الدولة التي تمارس تأثير ونفوذ قوي على السياسات الحكومية وصنع القرار بلا ما تكون حكومة منتخبة بشكل ديمقراطي أو كتتبع الهيكل الرسمي للدولة. كذلك رجال الأعمال اللي كيخدموا مع جهاز الدولة العميقة لتحقيق الأهداف المشتركة بينهم أو لحماية مصالحهم الخاصة، بغض النظر عن الحكومة المنتخبة اللي هي جزء ومكون وأداة من مكونات الدولة العميقة. بعض الخبراء يقولوا أن الدولة العميقة هي عالم سفلي غامض كتخدم فيه عناصر قوية داخل هذه الدولة، وخاصة الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية. يمكن كذلك في هذا العالم السفلي يكون تعاون هذه العناصر مع العناصر المتحكمة بعالم الجريمة الجنائية للقيام بعمليات خاصة غير قانونية بحال الاغتيالات وغير ذلك لصالح النخبة أو لصالح الدولة العميقة، خصوصا كنلقاو في هذه النماذج هذه في الدول الغربية بحال أمريكا، روسيا، إيطاليا ودول أمريكا الجنوبية اللي لهم ارتباط قوي، يعني الدولة العميقة لها ارتباط قوي بالمافيات من أجل تنفيذ واحد مجموعة ديال الاغتيالات داخل هذه الدول أو خارج هذه الدول. كاين نماذج أخرى، حنا اكتفينا بهذه النماذج فقط. الدولة العميقة كتحرك مستعينة بإمكانات خفية كتوفرها الدولة وكتخصص لها ميزانيات سرية كبيرة، كيكون النشاط ديالها بعيدا عن سيطرة أجهزة الدولة الرقابية الرسمية والحكومية. أصحاب هذا المفهوم استخدموه في نظريات المؤامرة على اعتبار أن هذه الشبكات كتخدم في الظل وكتتحكم في الأحداث والسياسات بطرق لا تكون مرئية لعامة الناس. فالدولة العميقة هي مفهوم مثير للجدل، يستخدم لوصف القوى الغير المرئية اللي كتتحكم في السياسات الحكومية كما قلنا. فهل هو جهاز حكومي أم جهاز أمني أم جهاز مدني أم كل هؤلاء جميعا؟
ما هي مكونات الدولة العميقة؟ الدولة العميقة يمكن حصرها في مجموعة ديال المؤسسات: الأجهزة الأمنية والاستخباراتية مثل الجيش والشرطة ووكالات الاستخبارات، الموظفون الحكوميون اللي كيكونوا في مناصب عليا في الدولة كيملكوا معرفة وخبرة واسعة، القضاة والمحامون اللي كيأثروا وكيشرعوا تشريعات وقرارات قانونية، كذلك رجال الأعمال والمؤسسات المالية الكبرى اللي كتمول وكتأثر على سياسات الحكومية، وسائل الإعلام كالإعلاميون والصحفيون المهمة ديالهم توجيه الرأي العام، السيطرة على المعلومات بمعنى التحكم في تدفق المعلومات وتوجيه الرأي العام أيضا. من الناحية الاقتصادية كاين بما يسمى بالتلاعب الاقتصادي بمعنى التأثير على الأسواق والسياسات المالية والتحكم فيها، ويصبح المواطن زبون في هذه الأسواق كيشري بالثمن اللي بغاو هاد رجال الأعمال وهاد الناس المتحكمين في الأسواق. من الناحية القانونية تطبيق القوانين بطرق تحقق أهداف الدولة العميقة، أما ثقافيا ودينيا يقدر يكون ضمن هاد التشكيلة وعلى حساب الضرورة بعض جمعيات المجتمع المدني وبعض المثقفين والفنانين والزوايا الصوفية ومؤسسة إمارة المؤمنين بحال المغرب أو الكنيسة المرتبطة بالمسيحية العالمية مثل مصر مثلا، ويقدر يغلب على الدولة العميقة طابع المدني بحال المغرب وتونس وفرنسا، ويقدر يغلب عليها الطابع العسكري مثل الجزائر مصر كوبا، وتقدر تكون من جانب مدني أو عسكري مثل الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تكون الدولة العميقة تحت نفوذ طائفة دينية مثل سوريا أو تحت سيطرة رجال الدين كما كنشوفوا في نظام ولاية الفقيه في إيران. نشوفوا ده الآن بعض النماذج الدولية للدولة العميقة. مثلا الولايات المتحدة، أمريكا كتعتمد على مجموعة من الكيانات هي اللي كتشكل الدولة العميقة. كاين واحد مجمع سميته مجمع الصناعات العسكرية، هو مصطلح استخدمه الرئيس إيزنهاور للإشارة إلى النفوذ الكبير اللي كتمارسه الشركات المصنعة للأسلحة والقوات المسلحة في أمريكا. هذا جزء كبير ومكون كبير من المكونات الدولة العميقة في الولايات المتحدة. من ناحية السياسية كاين وكالات الاستخبارات مثل وكالة المخابرات المركزية CIA، مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI اللي كتمارس نفوذ كبير وراء الكواليس. تركيا مثلا، الدولة العميقة التركية كتكون من شبكة غير رسمية من الجيش وأجهزة الاستخبارات، النخب السياسية والاقتصادية، بعض النخب السياسية والاقتصادية اللي هي اللي كتدبر شؤون الدولة بطرق كتجاوز الحكومة المنتخبة. مصر مثلا، الجيش المصري كيلعب دور كبير في السياسة مهم وفي الاقتصاد، وكيتحكم في جزء كبير من الاقتصاد الوطني. جهاز المخابرات العامة المصرية وجهاز الأمن الوطني كيمارسوا تأثير قوي على الحياة السياسية كذلك والأمنية. نشوفوا الآن كيف تشتغل الدولة العميقة. أولا على مستوى الإدارة، يعني من أجل تنفيذ مشاريع الدولة العميقة والمخططات ديالها كتقوم بزرع موالين لها والطامعين في الاستفادة من الريع ديالها في مختلف الأجهزة الإدارية من أدنى سلم إداري إلى أعلى، مع الحفاظ على نقل هذه العملية من السلف إلى الخلف بشكل كيحفظ الولاء والتبعية اللي كتكون قائمة على المصلحة. أهم جهاز هو جهاز الداخلية مثلا في مصر والمغرب وتونس، كيجي بعد ذلك التحكم في الانتخابات بجميع أنواعها من أجل تشكيل حكومة سياسية متحكم فيها خاضعة لأوامر الدولة العميقة وتابعة لها، لأن الحكومة السياسية واجهة فقط قانونية لتمرير كل المشاريع والمخططات ديال الدولة العميقة، كتبقى بعيدة عن أي محاسبة أو مساءلة. بحال أخدنوش مثلا، هو اللي كيتحمل الضربات من قبل الشعب، هو واجهة فقط. وكما قال بن كيران ذات يوم فاش كان يتحدث في أحد البرامج في أحد القنوات الفضائية، أن رئيس الحكومة هو موظف فقط عند الملك رئيس لها. وكما لا يخفى عليك وحسب الدستور المغربي فرئيس الحكومة له صلاحيات ليست مطلقة. الذي يحكم المغرب هو جلالة الملك، هذه الحقيقة وهذا هو الدستور، هذا الذي يقوله الدستور. لكن لرئيس الحكومة صلاحيات في حدود هذه المرجعية الأولى في الحكم حتى تكون الأمور واضحة حتى لا نغر الناس، لأنه لسنا بصدد هذا. ما يعتقده بعض الناس أن رئيس الحكومة في المغرب لديه كل الصلاحيات وهو الذي غير صحيح، اعتقاد خاطئ غير صحيح، والدستور لا يقول هذا،
حسب الدستور جلالة الملك هو رئيس الدولة، حسب الدستور جلالة الملك هو أمير المؤمنين، وكذلك هو رئيس السلطة القضائية وهو رئيس القوات المسلحة، إذن هو رئيس كل شيء، ورئيس مجلس الوزراء. مجلس الوزراء يختلف عن مجلس الحكومة. مجلس الحكومة ترأسه أنا، مجلس الوزراء أنا عضو فيه. يعني هو مجلس الوزراء أيضا يترأسه الملك. يترأسه الملك طبعا. إذن فحتى تكون الأمور واضحة، يعني الذي يحكم في المغرب هو جلالة الملك. في المغرب معروف أن الملك دائما هو اللي كيعين بما يسمى بوزارة السيادة، وزارة السيادة كلها، يعني إدارة الدفاع الوطني كانت وزارة من بعد ولات إدارة الدفاع الوطني بعد الانقلاب في عهد الحسن الراحل حسن الثاني رحمه الله. وزارة الداخلية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تابعة مباشرة لمؤسسة إمارة المؤمنين، وزارة الخارجية، حتى الوزارات الأخرى هي لا تخلو من وجود موالين لها حسب الدور والأهمية، منها مثلا وزارة المالية، وزارة الثقافة والإعلام، وغيرها من القطاعات الأخرى. ثانيا النفوذ المالي، معظم رجالة الدولة العامقة لهم استثمارات مالية قوية، يصنعون نخبة اقتصادية ريعية تعمل وفق أجندة، تعمل وفق أجندة وضعتها لهم الدولة العامقة. أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تسيطر عليها الدولة العامقة هي قطاع الصناعات الثقيلة كالحديد والصلب مثلا، وصناعة التحويلية، وصناعة الغذائية، وقطاع الطاقة بجميع أنواعها حسب الأهمية لدى الدولة، قطاع البناء كذلك وما يرتبط به، وعلى رأسه الإسمنت والحديد والصناعة الحربية والتجارة المرتبطة بها. وكيكون لهذه الشركات العملاقة نفوذ مالي قوي، كيوصل التأثير دياله حتى للبرلمانات من أجل التحكم في الدور التشريعي، بمعنى وضع القوانين وفق مصالح الدولة العامقة عن طريق هذا البرلمانات المتحكم فيها، أو الدور الرقابي. وأبرز مثال ذلك هو تدخل كبرى شركات السلاح مثلا في الكونغرس الأمريكي من أجل سن واحد مجموعة ديال التشريع، مجموعة ديال التشريعات كتخدم مصالح هذه الشركات، وكيوصل هذا النفوذ إلى الحكومات خاصة اللي كتكون ضعيفة من أجل تمرير المشاريع والمخططات ديالها في البرامج الحكومية. في مصر والجزائر كنلقاو أن الدولة العامقة كتمثل في الجيش، تسيطر على قطاعات اقتصادية واسعة وضخمة، لا تترك للمدنيين إلا قطاعات اقتصادية في الغالبية ديالها غير مؤثرة، أو كتكون يعني دون القدرة التنافسية مقارنة مع القطاعات اللي كتحكم فيها الدولة العميقة. ثالثا القوة الإعلامية، هي من القوة الإعلامية من القوى الضاربة التي تستعملها الدولة العميقة باش كتلمع الصورة ديالها أو الإجهاز على أي معارضة ديال هذه الدولة، وكتستعمل كذلك للتأثير الفكري والنفسي على الجماهير، وكتجعل واحد الصورة نمطية في ذهن الجمهور، إما عبر تحسين هذه الصورة أو شيطنة هذه الصورة وفق رؤية الدولة العميقة وحسب الحاجة. هذا الدراع استعملته الأنظمة الاستبدادية على وجه الخصوص، مثل نظام جمال عبد الناصر، نظام حافظ الأسد، ونظام حسن الثاني رحمه الله، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية خلال حرب فيتنام استعملته، وحرب الخليج الأولى. ومن خلال الإعلام كيتم توظيف الفنانين والمثقفين والسياسيين من أجل تمكين المشروع الدولة العميقة وترسيخ هذا المشروع، وصناعة ولاءات وأتباع من مختلف الشرائح الاجتماعية من أجل استعمالهم عند الضرورة، مثل الدورة المضادة في مصر يوم 30 يونيو ديال عبد الفتاح السيسي ومثله من انقلاب، كذلك مسيرة ولد زروال بالمغرب معروفة. النقطة الرابعة واللي هي مهمة ولا تقل أهمية الاستعمالات ديال الدولة العميقة، كاين الدراع الأمني اللي هو آلية فعالة وقوية من أجل الضبط، من أجل التحكم في المواطن بعد أن يتم استغلاله اقتصاديا وتدجينه ثقافيا وإعلاميا، وأي محاولة من أجل النقد أو الاحتجاج أو المعارضة اللي كتكون فئة قليلة استعصت على هذا الاستغلال وتدجين، كيجد دور ديال الدراع الأمني من أجل ضبط الشارع باستعمال القوة وأحيانا العنف، كذلك استعمال آلية المتابعات، آلية المحاكمات والملاحقات اللي كتقوم بها أجهزة الأمن السرية والمخابرات بالدرجة الأولى. هذا يقع في العالم بأسره مع جعل القضاء اللي كيكون في خدمة ديال هذا الدرع الأمني، وفي خدمة
وكإجراءات وكيكون إجراءات عقابية كما طرف مصر اللي تعتقل واحد عدد كتير بزاف من المعارضة بعد انقلاب، وقع في مصر كذلك حتى في عهد مبارك وعبد الناصر، وفي تونس في عهد بن علي ورقيبة سابقة، كذلك تركيا يعني كانت تحت حكم الجيش كما وقع الرئيس عدنان مندريس الذي تم إعدامه سنة 1961 أظن، وفي عهد الحسن الثاني كذلك. وهذا أسلوب ومنهج معظم الأنظمة الاستبدادية عبر العالم. ما هي علاقة الدولة العميقة بالخارج؟ لابد لأي دولة عميقة من أجل الحفاظ على وجودها وضمان استمرارها أن تكون لها ارتباطات بدولة ما أو بدول خارجية تحقق لها الدعم السياسي، تحقق لها الدعم المالي والدعم العسكري أحيانا. في المقابل ترعى هذه الدولة العميقة مصالح تلك الجهة من ناحية اقتصادية، مصالح ثقافية، مصالح سياسية كذلك. وباش نعرفوا أهمية هذا الأمر هذا يكفي ملاحظة واحد ملاحظة في الشرق الأوسط، كيف صمد النظام السوري والدولة العميقة ديال النظام السوري بعد التدخل السياسي من بعد الثورة، تدخل سياسي ومالي وعسكري لكل من روسيا وإيران، رغم استمرار الحرب الأهلية لسنوات، إلى أن النظام السوري والدولة العميقة السورية أصمدت، في حين انهارت دول مثل ليبيا، اليمن، العراق، انهارت الدولة العميقة في الدول التي لم تجد أي سند استراتيجي خارجي يحافظ عليها ويحميها من الانهيار بعد ذهاب المصلحة أو ضعف البعد الاستراتيجي أو تعاظم خطر تلك الدولة كما حصل العراق في عهد صدام حسين. غير أن العراق عرف في السنوات الأخيرة صراعا كبيرا من أجل بناء دولة عميقة جديدة بين إيران وأمريكا، في حين أخذت الدولة العميقة المتمثلة في الجيش في مصر بزمام الأمور وأجهزت على التجربة الديمقراطية لفتية محمد مرسي ديال الإخوة المسلمين بتواطؤ مع الكنيسة، الكنيسة المصرية والكنيسة العالمية، وبدعم المال الخليجي الممول الرسمي للجيش المصري، بإعاز وبدعم من الدول الغربية خاصة أمريكا اللي تجاهلت كل الانتهاكات وكل الجرائم التي ارتكبت في حق الحكومة الشرعية والموالين لها، وبرعاية رسمية للكيان الصهيوني كذلك الإسرائيلي. أهم ما يحمي الدولة العميقة ويحافظ على وجودها واستمرارها هي وجود دولة أو دول خارجية تربطها مع اللوبي المتحكم فهذه الدولة العميقة مصالح استراتيجية كبرى منها الاقتصادية والسياسية والثقافية، وقوة الارتباط والحماية مرتبطة بقوة المصالح المشتركة. شنو هي علاقة الدولة العميقة بالحكومة السياسية؟ تتعاقب وتتوالى الحكومات، وكتبقى الدولة العميقة مستمرة في وجودها، محافظة على كيانها، متمسكة بأجهزتها، متماسكة بين أركانها، وإن تغيرت الوجوه واستبدلت الرجالات وتنوعت الأدرع والآليات يبقى هو نظام سيستم متبع متوارد عبر الأجيال. وتعاقب الحكومات يعني تعدد السياسات، تقلب المواقف، تحول الولاءات، وبالتالي قد تقع بعض احتكاكات والاصطدامات اللي كتكون خفيفة وعابرة، وقد تكون ثقيلة ومؤثرة، وقد تصل إلى كونها ساحقة ماحقة حسب الأحوال والتوجهات والظروف وحسب الشخصيات. هذه الظاهرة عرفتها مجموعة من الدول العربية والغربية على حد سواء، ولات قانون كوني ولازمة سياسية. بالفعل قامت الدولة العميقة على زعزعة مجموعة من الحكومات السياسية وإسقاطها أحيانا باستعمال أساليب متعددة، من بينها تشهير تشويه السمعة على القضية ديال لوينسكي مع رئيس كلينتون، أو تورط فضائح مالية بحال قضية ساركوزي فرنسا، أو استعمال انقلابات كما وقع على تشافيز في سنة 2002 في انقلاب ديال 48 ساعة الفاشل، كان انقلابا فاشلا، والرئيس أردوغان في تركيا، أو استعمال آلية البرلمان كما وقع على الرئيسة ديلما روسيف في البرازيل، أو انقلاب عسكري مباشر كما وقع للرئيس الشرعي مرسي في مصر. غالبا ما تعاني الحكومة السياسية من تغول الدولة العميقة وتوغلها في شرايين الدولة اللي كتسعى إلى تطويع هذه الحكومة وتضيفها وفق أجندة الدولة هذه الدولة وإخضاعها لسياستها وأولوياتها. وكلما كانت الحكومة السياسية قوية بشرعيتها الانتخابية بالإنجازات التنموية ديالها وبالعمل ديالها لفائدة المواطنين من أجل تحقيق الحرية والكرامة والرفاه، كلما تم إضعاف الدولة العميقة. وهذا الشيء وقع في تركيا بعد فشل انقلاب ديال 15 يوليوز والقضاء نهائيا على فلول الدولة العميقة،
من إعدام الرئيس عدنان المنطري سنة 1961، وكانت الحكومة هي جزء من الدولة العميقة وامتداد لها في المؤسسات الرسمية. أدخل الدولة في عهد جديد من الحكومات بعد توافق القصر مع أحزاب الكتلة، وتعيين يتم تعيين حكومة عبد الرحمن اليوسفي رحمه الله. خلال هذه المرحلة غتظهر المسافة بين الحكومة السياسية والدولة العميقة، وغلبت الدولة العميقة على الحكومة السياسية، والتفوق عليها من خلال العديد من القرارات اللي اتخذتها الحكومة خلال تلك المرحلة إرضاء للدولة العميقة، واللي كتنافى مع مبادئ وتوجهات حتى الأحزاب ديالها وما تنادي به، ومن بينها إغلاق الجرائد، محاكمة الصحفيين والسياسيين. الدولة العميقة غتولى الحكم بشكل مباشر خلال حكومة درس الجطو، وبشكل غير مباشر مع حكومة عباس الفاسي. فاش تم تعيين حكومة عبد الإله بالكيران غيظهر نوع جديد من التوتر على الساحة السياسية بين حكومة بالكيران السياسية وقوى التحكم كيف ما سماها هي هو، وهي الدولة العميقة. هذا التوتر اللي انتهى بإعفاء بالكيران من رئاسة الحكومة الثانية والعودة القوية للدولة العميقة، الأمر اللي دفع بالكيران باش ينبه ويصرح بوجود دولتين والتراجع عن ذلك لاحقا كما قلنا. في الحقيقة ما كاينش غير مصطلح الدولة العميقة، كاين هناك مصطلح جديد تكلم عليه الدكتور المصري سيف عبد الفتاح، هو المجتمع العميق. كيقول أن هناك قطاعات واسعة من المجتمع كتعيش في قاعة أو وسط القاعة تدير ظهرها للشأن العام ومصالح الشعب والوطن، إلا ما يتعلق بمشكلة شخصية لها. هاد الناس كيعيشوا بجوار الحائط وربما داخل الحائط، كيشوفوا البلد والأموال بالبلد والقرارات ديال البلاد باعتبارها محفوظة لمجموعة من الأسياد فقط، ولا دخل لهم فيها. هؤلاء يقول الدكتور عبد الفتاح هم مطية الأنظمة المستبدة، هم المخزون ديالها الشعبي اللي كتلعب به في المواسم الانتخابات أو الاستفتاءات أو استحقاقات السياسية الشعبية أو الرسمية. يضاف إليهم قطاع آخر من الملوثين بالفساد أو الانحراف أو البلطجة، وهم أيضا قطاعات واسعة كتستخدمها السلطات المستبدة دائما في مواجهة أي تمرد شعبي أو قمع أي موقع احتجاجي. وهاد الناس هم مجموعات ديال البلطجية يتم تنظيمهم في عصابات وخلايا إجرامية تحت سيطرة ورقابة الجهات الأمنية، وكيتم استدعاء ديالهم وتوظيفهم على فترات كلما احتاجت الدولة إليهم، كلما احتاجت إليهم السلطات أو بمعنى أدق الدولة العامقة. كيقول الدكتور عبد الفتاح الدولة العامقة هي أخطر معوقات تحرر الشعوب ونهضتها، لأنها بطبيعتها منظومة فساد وتخريب وقمع وقهر للشعوب. لذلك يكون تفكيكها هو أهم وأخطر عمل سياسي، سواء كان إصلاحيا على الطريقة التركية أو توريا على الطريقة الفرنسية. وأخطر شيء يمكن أن يقع فيه أي جهد إصلاحي أو أي جهد توري هو اعتقاده أنه يمكن التعايش ولو مرحليا مع الدولة العميقة ورموزها وأدواتها. وهذا هو الخطأ الجوهري اللي ضيع الثورة ديال يناير في مصر، سواء بسوء تقدير الإخوان والراحل الرئيس مرسي أو بسوء تقدير المعارضة وجبهة الإنقاذ بكل التيارات والتجمعات ديالها. كيقول أن الدولة العميقة كانت هي التعبان الذي تخفيه في توبك وهو ينتظر الفرصة ليلدغك لدغة الموت. كيزيد كيوضح كيقول أن المجتمع العميق هو الآخر عبء كبير على أي مشروع إصلاحي أو توري. كيقول وكيحكي كيقول أنه كان يذكر في الأيام الأخيرة لمبارك، وقبل أن يعلن مبارك تنحيه عن السلطة عن الحكم، قال على لسانه أننا كنا نقابل مواطنين عاديين في المترو أثناء توجهنا إلى ميدان التحرير يشتموننا، يعني كيسبونا لأننا نتظاهر ضد مبارك. أحدهم قال للدكتور ماذا تريدون من الرئيس، راه كيطعم 80 مليون إنسان وكيصرف عليهم، أش بغيتوا منه؟ فقال معلق الدكتور على هذه الحادثة كان من إضاعة الوقت حينها أن تناقشه أو تفهمه خطأ التصور دياله، لأن ذلك يقتضي تواصلا
سياسيا تواصل تثقيفي دؤوب متواصل مع جذور المجتمع على مدار سنوات. وهذا الأمر قال هو ما لا نفعله مع الأسف. كنا نكتفي بالنضال الصحفي، كنا نكتفي بالنضال الإعلامي والنقابي والسياسي في الدوائر العليا، فبقي مجتمعنا يعاني من الأهمية السياسية، وعلى الرغم من الظلم الفادح اللي هو فيه والنهب الأقوات دياله والحقوق دياله، إلا أنه لم يكن مدركا لحجم هذا الظلم وحجم الحقوق دياله الضائعة سياسيا أو اقتصاديا أو تعليميا أو صحيا أو غير ذلك. وهو ما كان يسهل على نظم الاستبداد التلاعب بتلك العقول المسطحة الغائبة وتحريكها مع ريح ديال الإعلام ومع أي حسابات ديال أصحاب النفوذ العائلي أو الأمني أو الإداري في أجهزة الدولة. النظم المستبدة دائما تحرص على حماية الأمية في المجتمع. علاش؟ لأنها عازل وواقع اجتماعي مهم يحميها من الثورة ومن الغضب ومن انتفاضات الشعوب. كما أن إفساد النظام التعليمي نفسه وتخريبه هو أيضا عجز ماشي سوء إدارة من الدولة، هو منهجية مقصودة لتبليط تزليج وتبليط وتتفيه وعي الأجيال الجديدة، تفريغها من أدوات الوعي الإنساني والسياسي بالأبعاد ديالو كلها. المؤسف أننا في بعض الأحيان نقابل أكاديميين وأساتذة جامعات لا يختلفوا الوعي ديالهم السياسي والتاريخي عن الأميين والعوام، بل ربما بعد العوام أكثر وعيا منهم من ناحية سياسية. لذلك من المهم للغاية في كل جهد إصلاحي التواصل الحميمي، التواصل الدؤوب متواصل مع المجتمع العميق، حتى يكون هذا المخزون المليوني داعم للإصلاح والتغيير، ما يكونش عائق له. وهذه مسؤولية كل التيارات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، لأن هذا هو الخزان الشعبي والمكون الأساسي لتلك التيارات بنشطائها، هو الجدار اللي كيحمي ظهرها عند المواجهات. وعلى الأقل قد تمكن من حرمان النظام المستبد من استخدام وتوظيف هذا المخزون من عرقلة حراك التغيير والإصلاح. لا بد من تواصل القوى السياسية والإصلاحية مع جذر المجتمع في القرى والأحياء الشعبية والنوادي الرياضية في الريف المنسي في القرى المهمشة. ينبغي أن يكون أولوية أهم من النوادي الثقافة والندوات. مواقع التواصل الاجتماعي حققت بدون شك خدمة كبيرة لتطوير المجتمع العميق، ووصول إليه من أقصى الطرق هي وسائل التواصل الاجتماعي. أصبحنا نفاجأ بمواطنين بسطاء من أقصى الريف من القرى المهمشة يتحدثوا بجرأة كبيرة في قضايا الشأن العام، يستشعرون الظلم يستنكرونه، يناشدون أعلى سلطة في البلاد، يناشدون الملك، يناشدون مجموعة من المسؤولين مثلا في المغرب، وهي مقدمة ضرورية لمقاومة الظلم بعد ذلك. لكن مواقع التواصل الاجتماعي غير كافية وحدها، لا بد من التواصل المباشر مع جذور المجتمع العميق مع مكوناته المهمشة. ينبغي أن يكون عبر أكثر من وسيلة تواصل مباشرة وغير مباشرة. ولنجح قادة الإصلاح والتغيير في هذه المعركة بالتأكيد غينتصروا حتما في معركة انتزاع الوطن من براثن الدولة والمخالب الدولة العميقة. إلى هنا ننهي هذه الحلقة ضمن سلسلة مفاهيم سياسية ومع موضوع آخر ومفهوم سياسي آخر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.